في مثل يا جماعة عندنا في مصر، اخواتنا العرب يعني، دايما بيقول اللي ملوش راجل بيشتروا له راجل. الخبر اللي انا كاتبه او عنوان الفيديو ما فيش فيه افوره خالص والله، فعلا في ثلاث حكام عرب تعرضوا لما تقدر تقول كده عمليه اغتصاب ممنهج. ثلاث حكام عرب، عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس وملك الاردن. شايف الخبر اللي امام حضراتكم ده؟ ترامب، طالما فكرت كيف يمكن توسيع مساحة إسرائيل؟ هي عندها مساحة أصلا؟ قال لك يا عم الحاج مش في منبطحين ساكتين؟ قال له ده احنا عملنا البدع والله ما كان لأحد منهم أن يتوقع أن تكون حجم الخيانة في الأمة العربية بهذا الشكل. ما كانش متوقعين. شوف الكنيسة، شوف الإعلام الإسرائيلي، شوف الإعلام الأمريكي، شوف حتى الجنرالات في الجيش الأمريكي يقول لك ما كناش متوقعين إن عبد الفتاح السيسي أم ملكة تاني بهذا الشكل. ما كناش متوقعين إن محمود عباس لغاية النهاردة شغال تنسيق أمني مع الكيان وبياخد الشباب اللي موجودين في الضفة ويسلمهم من الكيان والكيان يرجعهم له في أكياس. ما كناش متوقعين ان ملك البندوره ملك الاردن عبد الله الانجليزي يسمح بسقوط الصواريخ على راس مواطنيه ولا تصل الى صحراء النقب. ما كانوش متوقعين ان تكون حجم الخيانه بهذا الشكل. فعلشان كده طالما انت منبطح، في ناس بتحب اللي يزداد في الانبطاح، انا بديك على قفاك لا مؤاخذه يعني، حضرتك ما بتردش عليا فهديك على قفاك وهديك على التوته وهديك في كل حته طالما انت ما بتردش. ده من ملخص الخبر بتاع ترامب. قال لك احنا عايزين نوسع اراضيهم. طب سؤال، غمض عينك، هيوسع اراضيهم من انهي اتجاه؟ من ناحيه الجولان. طب ترامب اداها لهم في الجوله الاولى في الفتره الاولى لانتخاباته. هيوسع اراضيهم منين؟ من لبنان. لن يستطيعوا ان ياخذوا متر واحد مربع من لبنان، وخاصه وجود الناس اللي موجوده على الجنوب من لبنان، تمام؟ بلا وغيره. طيب هياخدوها منين باقي مين؟ اردن، اللي كده 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 مش عايزين يدوا له الملك الاردن غور الاردن وعايزين ياخدوه، وقال لك عايزين ناخده كمان حق انتفاع، او سيناء او الضفه تمام. عشان تعرف بس هؤلاء ترامب ليه خارج يستنطع ويتنطع عليهم بهذا الشكل. شوفوا منبطحين، قال لك يا اخي 40,000 فعل في بني جلدتهم وبني دينهم الافاعيل ولم يتحرك واحد فيهم. لو رحنا خدنا ارضهم حد فيهم هيتحرك؟ ده لو باقي له حته القصر اللي قاعد جواه بيحكم امراته وعياله هيسيبنا نعمل اللي نعمله. ده كان خبر على الجانب كده. ترامب قال لك لو جيت رئيس هوزع الاراضي، هكتب كده اقرار زي ما كان كتبه في القدس عاصمه لاسرائيل. قال لك هكتب كده ان اجزاء من الاردن ترجع ليهم، ونعمل صفقه القرن مع ابن ملكه تاني الازعه، هنعمل معاه صفقه القرن. ومحمود عباس ده كده كده مركوب ملوش لازمه، ده كده كده مركب، ده اصلا ملوش قيمه خالص، سيبك منه اعتبره مش موجود اصلا. ده كان خبر ترامب. خبر المهم جدا 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 هو المفاوضات يا جماعه. قلنا لحضراتكم مفيش مفاوضات. قول يا جماعه نتنياهو بيكسب وقت، نقطه من اول السطر. يا جماعه امريكا معيشه الناس ان في مفاوضات حقيقيه علشان تحاول تاخر الرد الايراني اللبناني على قد ما تقدر، تاخر الرد اليمني على قد ما تقدر، علشان العالم لا يقوم على اليمن ولبنان وايران ويقول لهم شفتوا انتوا لما رديتوا عطلتوا المفاوضات. فتوقف الرد اليمني اللبناني الايراني حتى الان بيوري هم مش عايزين يتورطوا في فكره اصل انتوا اللي سبب ايقاف عدم ايقاف الحرب او تعطيل المفاوضات، فهم ساكتين. نتنياهو لاعب في المفاوضات تاني، لأن الرد اليمن اللبناني الإيراني ما جاش ومفيش حجة أعطل المفاوضات. طب أعمل إيه؟ أخترع اختراع في المفاوضات، أحط شروط جديدة تاني كده 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 كده. ده حتى من ضمنه بحط الشروط طالب مصر وقطر وأمريكا يضغطوا على الحركة وعلى حكومة غزة إنهم يقبلوا بشروطه الجديدة. كل يوم الصبح سارة نتنياهو بتقول له حط شروط جديدة علشان اللي مستمر في القطاع ده والحرب القائمة تفضل مستمر. لكن اللقطة في المفاوضات اللي التسريب اللي حصل في المفاوضات كان عن محور فيلادلفيا مع مصر. ان يوم الاحد هناك اجتماع ذات طابع عسكري بين الجيشين المصري والاسرائيلي بشكل اساسي في القاهره، خاص باليات واماكن انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا باتجاه الشرق. يعني مش هينسحب من المحور كاملا، قال لك باتجاه الشرق. وفي هذا الإطار يكشف المصدر نفسه عن وجود اقتراح مصري بإجراء حوار فلسطيني فلسطيني ليس من أجل الوفاق الوطني وحكومة وحدة وطنية، بل حصرا للاتفاق على طرفا فلسطينيا يدير معبر رفح من الجهة الفلسطينية.
إلا أن إسرائيل رفضت ذلك تماما، وهو ما رفضه المفاوضون الإسرائيليين بشكل حاسم. قال مفيش، المعبر ده بتاعنا احنا من النهاردة، من النهاردة أنا الحكومة، تمام؟ بشكل حاسم وفق المصدر نفسه. وتضيف المعلومات التي حصل عليها العربي الجديد أن الاتفاق على طرف يدير معبر رفح من الجهة الفلسطينية في حال حصوله سيكون مؤشرا مهما إلى الجهة التي ستدير غزة فيما يعرف باليوم التالي. طيب يعني يا جماعة القصة اللي أمام حضراتكم ديت، الخبر ده ملخصه، ملخصه أن الجيش بقى مصر السيسي بيحاول يقول له طب خلاص ما تنسحبش، نتنياهو من محور فيلادلفيا كده كده انتوا ولاد خالتي، كده 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 ماما قربتكم اصلا واحنا بيس مع بعض، انا ما عنديش مشكله اشوف العلم الاسرائيلي وابوسه كمان واقول لكم عليا هخلي الجنود المصريين يدوكوا ظهرهم زي ما انا مخليهم يدوكوا ظهرهم كده دلوقتي. طب انت ما تنسحبش من محور فيلادلفيا، انت بس انسحب حتتين كده، حته يمين وكشكشه، كشكشه ما تعرضهاش، كشكشه. فنتنياهو بيحاول انه يماين في هذا الامر، لكن اشترط ان حتى لما انسحب من محور فيلادلفيا بمساحات صغيره انا هفضل موجود وانا اللي ادير معبر رفح، او انا اللي اختار ناس تدير لي معبر رفح، تمام؟ فعلشان كده قلت لحضراتكم نتنياهو بيلعب بالتوقيت فقط لغير. ومن الاخر كده حكومه القطاع لها شرط واحد، شوف يا جماعه لا تنصح حكومه القطاع، هم افقر مني ومنك. حكومه القطاع شروطها واحده، مفيش حاجه اسمها تبقى موجود في متر واحد في محور فيلادلفيا، مفيش حاجة تبقى موجود بشخص واحد في محور نتسارين، انسحاب كامل من القطاع، توقف كامل للعمليات العسكرية، وإلا مفيش مفاوضات. هي كده، ده ملخص العملية التفاوضية اللي بتحصل. في اجتماع بيقول لك يوم الخميس في القاهرة، قال لك مقضيها فين؟ في الدوحة والقاهرة، في الدوحة والقاهرة. كل هذه الاتفاقيات أو المفاوضات ستذهب أدراج الرياح. نتنياهو مش عايز يظهر بمظهر إنه هو اللي بيعطل المفاوضات، خاصة مع الضغط الشديد اللي بيحصل عليه من أمريكا، من أوروبا، من حتى أهالي الناس اللي تاخدت من 7 أكتوبر، من يوآف جالانت وزير الدفاع، ومن الجيش الإسرائيلي على نتنياهو ضغط كبير جدا جدا، ومش عايز يظهر إنه هو اللي بيضيع آخر مفاوضات هتحصل. ليه دي آخر مفاوضات؟ أمريكا هتدخل في غمار الانتخابات الرئاسية، الكنيسة الإسرائيلية هتنتهي هذه الدورة بتاعته، وبالتالي الكنيسة الإسرائيلية تقريبا قدام منه لسه 3 شهور لما ينعقد الدورات بتاعته، فنتنياهو طوال الثلاث شهور دي ما بقاش ضغط عليه. فعشان كده نتنياهو بيلعب بعمل الوقت ده، ازاي افسد المفاوضات من غير ما اظهر بشكل مباشر ان انا افسدتها؟ حط بند جديد. البند الجديد بالاتفاق مع عبد الفتاح السيسي اني انا مش هنسحب من محور فيلادلفيا كله، انا هكشكش بس. كشكش، السيسي قال له كشكش. السيسي قال له العب بالوقت. انا ابن ملكة تاني لعبت على 110 مليون بالوقت، عمال اقول لهم اصبروا عليا سنتين شهرين سنتين شهرين، وبيصدقوني وماشيين معايا بيس، الدنيا معايا زي السكينة في الحلاوة يا خالو نتنياهو. مشكلة نتنياهو الناس اللي في القطاع واعية لكل ده. يا إيقاف كامل، يا ما فيش مفاوضات. سلام عليكم.